أما عن جهود هيئة الرقابة الإدارية ووفاء من مصر للتعهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ودول الجوار، فتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن 4 تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهم من مختلف المحافظات، منها القاهرة والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ والغربية. العصابات دي سعت للتحايل على إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى 14 دولة أوروبية، ده بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، مستخدمين مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية. التحريات كشفت عن تورط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والاتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر. وبعرض الموضوع على المستشار النائب العام أصدر قراراته بضبط كل المتهمين، وبعد اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ داهم أكثر من 300 فرد من الجهتين أماكن المتهمين وتم ضبطهم.